ما وفقناش ربي في ماتش الليل، حبينا نعملوا معناها نتيجة إيجابية ونسهلوا على رواحنا ماتش الرتور، مالوريزمون عملنا من نتيجة سلبية، خاصة أكثر أوقات الردهات المقابلة ما كانوش معناها ما كناش كيف ما يلزم، ما تعاملناش مع المقابلة كيف ما يلزم. اليوم نعرفوا اللي ترشح، حتى كان عملنا مقابلة إيجابية ترشحت لعب سير دو ماتش الليل والرتور، ان شاء الله نكونوا حاضرين نهار السبت باش نترشحوا ان شاء الله ونلعبوا لي شانس نتاعنا من الاول حتى الاخر. نضغطوا من الاول ونسجلوا بطبيعه الحال، على قد ما تسجل بكري ديما يسهل اكثر الماتش ويحط فريق الوداد في الدوت. انا زيرو نتصور انهم يتحطوا في الدوت يعطينا احنا اكثر شحنه معنويه انه نكونوا معناها ناقصين جوست هدف واحد باش نعدلوا النتيجه، تعرف 2-0 احنا مبدئيا ماناش مطالبين باش نسجلوا ثلاث اهداف كما الناس تحكي. أنا حسب رأيي زوز أهداف كابابل باش نعملوهم هذوما، وديما على قد ما تسجل بكري ديما تسهل أكثر المقابلة. في الوداد كان يمر بفترة صعيبة، أهم نقطة قوة شفت أن دفع الجمهور نتاع الوداد، لاعبين الوداد لعبوا من غير حساب، احنا خفنا أكثر في المقابلة من الوداد، وإحنا نتصور اللي كنا نقطة الضعف مش الوداد كانت نقطة القوة. التمركز نتاعنا وسط المقابلة خاصة وسط الميدان نتاعنا والديفونسور سنترو نتاعنا حتى الديفونسور لاتيرو نتاعنا وخاصة لي دويال، معناها ما نجحناش بنسبة كبيرة في لي دويال إيكومبري في لي بالاريتي اللي قبلنا زوج أهداف على البالاريتي اللي هما دي دويال زاد ديريكت تسماو، والتمركز نتاعنا ما كانش معناها كيف ما يلزم في مقابلة الذهاب. إن شاء الله نتفاداو هذايا نهار السبت، وإن شاء الله أونيتي توجور أون رياكسيون في مقابلة الذهاب، إن شاء الله احنا غدوة نقول احنا اون اكسيون وتكون الوداد اون رياكسيون ان شاء الله. فما تغيير اكيد بالخدمه بالاسبوع اللي حضرنا فيه المقابله، وطبيعي فما تغيير بالملاعبيه، فما زوج ثلاثه تغييرات اللي نجم يكونوا موجودين الملاعبيه يكونوا ان شاء الله يكونوا مؤثرين في الجانب الدفاعي والهجومي في مقابله نهار السبت ان شاء الله. عبر التاريخ ماهيش اول مره احنا نخسروا معناها 2 بلاش ولا سكور كبير ورجعنا وترشحنا، كان ترجعوا للتاريخ معناها للتاريخ القريب حتى مش البعيد، حتى جينيراسيون هذه مع الرجاء ولا مع شانتي الموسم هذايا، صحيح مش نفس المنافسين لكن كان نفس الشالونج بريس مقابلة نتاع ترشح. دونك نحاولوا نخرجوهم كما قلت انت من الاكسيتاسيون بالفيديو، حضرنا لهم دي فيديو. الكرة اليوم راه كرة فيزيك، كرة تكتيك، كرة تكتيك احنا باش خسرنا ماتش الليل باش خسرنا، قلينا حساب كل شيء صدقوني، ما فماش حاجة معناها ما قليناش حساب، لي بالاريتي، لي بلاسمون، معناها لي بوان فور، لي بوان فيبل نتاع الوداد، حضرنا كل شيء، مي مالوريزمون بعد صحيح تمسوا سي البلان مونتالي جمهورهم الحقيقة حط بريسيون كبيرة على ملاعبيتنا، مي كيف وقت تبدا ماكش حاضر فيزيكمون ولا تكتيكمون ماكش حاضر، واحد يفلوتي في التيران. نتصور الجوانب الكل يلزم فريمون نهار السبت نكونوا حاضرين 100% سورتو لي بلون. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.